أعزائي مشاهدين أهل مصر في كل مكان، عدنا مرة ثانية في بث جديد وموضوع جديد بمحافظة الفيوم، ومعكم محمود الفيومي. واليوم معنا لقاء يهم كل المصريين وكل العالم العربي والإسلامي. معنا الشيخ المعالج الشيخ عمر السوهاجي الأزهري، رئيس حملة تنظيف المقابر في مبادرة لا نستعين إلا بالله. هيقول لنا بعض ما تم اكتشافه في مقابر الفيوم من أعمال سفلية، من أنواع السحر وأنواع الجان، وما ظهر وما بطن من الأعمال في مقابر الفيوم، وعدد الأسحار وأنواعها، والملابس والجماجم التي بيتم عمل فيها السحر. الله يكرمك، الله يسترك يا رب. بعد الصلاة والسلام على سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام. المبادرة طبعا عملناها، أو حملة تنظيف المقابر عملناها عشان ربنا جل وعلا يتم شفاء الناس المرضى، لا شهرة ولا مالا ولا بحثا عن أي شيء، إنما عن ربي يرفع عن كل المسلمين الأذى. المبادرة الثانية مبادرة تعليم كل من هو أزهري يتقي الله جل وعلا، تعليمه كيفية العلاج وكيفية التشخيص وكيفية معرفة كل شيء بفضل الله جل وعلا. ولا أريد من أحد جنيه واحد على حملتي هذه أو على تعليمي، لأن ذلك لا أرجي به إلا جل الله جل وعلا وجل الله جل وعلا، وهذا يعلم الله جل وعلا فيه نيتي. أما موضوع الحملة واللي ظهر في الحملة من أسحار ومن أذى، طبعا لقينا اسحار كثيره جدا في جماجم او في فساتين عرسان، او اسحار والعياذ بالله كانت موضوعه بجانب الجثث. طبعا احنا لا نفتح اي قبر مقفول. ثانيا الحمد لله بفضل ربنا جل وعلا، كل ما كان من الذي يفرقنا عن الناس الثانيه اللي بتمسك الجزازه، والجزازه تروح يمين وتروح شمال وافحت هنا واعمل هنا، هذا كله دجل. اللي يقول لك معايا خدمه وبكش بعرف مكان الاسحار، هذا دجل. اللي يقول لك صنع الاسحار دي عارف مكانها بخدمه معايا، هذا دجل. طب احنا كنا بندور عشوائي، طبعا بفضل الله جل وعلا ما بعرفش مكان اي سحر. هيقول لك ده بيعرف مكان السحر، ما بعرفش مكان سحر، لان بفضل الله الشباب هم اللي كان بيلاقوا الاسحار هذه، وربنا جل وعلا كان بيرفع الضرر. طبعا بفضل الله جل وعلا، ان طالما انت نويت لله جل وعلا فيتم امرك بينك وبين الله جل وعلا. اما عن الحاجات اللي لقيناها بفضل الله فهي كانت كثيره جدا، وقرى كثيره جدا هنا في الفيوم، ولكن في بعضها كانت اسحار فعليه وبعضها كانت دجل. يعني ليس كل الاسحار اللي احنا وجدناها كانت اسحار حقيقيه، انما فيها بعض الدجل اللي هو الشغال دجال، اللي طبعا هو في ساحر وفي دجال وفي مشعوذ. فالدجال ده بياخد الورقه او بياخد الاسم او بياخد الصور او بياخد ملابس البنت ويكتب انه شغلانته دجال، فبيكتب الحاجات دي ويقول لك فراق وموت وخراب وديار وقتل وتنزل وتمنع الخلفه وتمنع الرحم، هذا كله دجل. فكانوا بيحطوا الحاجات دي في المقابر انها اسحار ولكن هي دجل. فهناك فرق شاسع بين السحر الحقيقي وبين الدجل، كما سأبين ذلك بفضل الله جل وعلا. يا شوف عمر، حضرتك من محافظة سوهاج مركز المراغة. المراغة، حضرتك بتاجي او جيت الفيوم هنا لاجل حملة تنظيف المقابر. بفضل الله الحملة بتاعتي في بفضل الله في كثير جدا من المحافظات، تمام؟ وانا يوميا بلف المحافظات بفضل الله جل وعلا، اللي معايا طبعا تعليم معايا دور التعليم بفضل ربنا جل وعلا للمشايخ المحترمين اللي بيخافوا زي ما خاف على اخواتي وعرض لحمي من البنات المسلمين ونساء المسلمين، اللي بيخاف على لحمه وعرضه، وابين على ذلك لحمه وعرضه، لان اي مسلمه لي هي عرضي ولحمي. فالمفروض ان اي انسان راقي يتقي الله في لحمه وعرضه، اي انسان مسلم راقي. رساله استاذ محمود، ربنا يبارك في عمرك يا رب العالمين، رساله اوجهها لكل راقي، لكل راقي بالقرآن يسمي نفسه شيخ أو يسمي نفسه راقي. اتق الله في التشخيص، اتق الله في التشخيص. التشخيص بتاعك ده يتم عليه دمار بيت أو عمار بيت. طالما أنت ما تعرفش الحالة قدامك بتمثل أو موهومة أو حالة نفسية أو تعب، ما تشخصش إن ده سحر وده فعل وده عمل وبيتجدد، ما تشخصش. طالما عندكش علم ما تشخص، إنك أنت ستحاسب على ذلك. كل انسان يقول كلمه سيحاسب عليها. النهارده لما اخش انا بيتك واقول لك ده مراتك عليها جن عاشق، اذا انا اديتها التصريح مني بختم تعمل هي عايزاه بسبب ان عليها قلت عليها جن عاشق، او قلت عليها ده سحر بتجدد، او قلت بتجدد كل شهر عربي، من اين لك هذا؟
كيف عرفت ذلك؟ فهذا كله دجل ولا حول ولا قوة إلا بالله. فنشر العلم يعني زي ما أستاذنا محمود ربنا يبارك فيه نتكلم فضل الله فيه نشر العلم. إيه نشر العلم؟ إن إحنا نبين للناس ما هو السحر وما هو المس وما هي العين وما هو الحسد وما هو القرين وما هو الوهم. السحر والمس موجود في القرآن والسنة، ولكن أي إنسان هذه يعني أخي فاضل راقي أو أب أو أم أو أخ أو أخت، رسالة وجهة لكل إنسان، أي إنسان مسحور ملبوس به جن شيطان لا يدري ما يفعل ولا يقول ولا يحدث له سات الجلسة، ما يدريش بأي شيء وليحصل مع بصوا مش 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 أروح وأجي، لا هو مغيب وفعل مغيب. يعني سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بيّن أن الإنسان المسحور ده في حالة تغيب. سيدنا رسول الله قد سحر، ولكن حالة خاصة سيدنا رسول الله أنه مكانه غيب. ليه؟ سحر النبي سحر تشريعي. قال سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم سحرت وسحرني لبيد بن الأعصم، فكنت أفعل الشيء ما فعلته، آتي المكان ما أتيته، أقول الشيء ما قلته، وقد عقدت عن زوجاتي. سحر النبي هنا سحر تشريعي، عشان أنا لما أجي أرقي أختي أو أخويا أقول له أرقيك كما رقى سيدنا جبريل سيدنا النبي. إذا إحنا لينا سند القرآن والسنة، ما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. سيدنا رسول الله كل حاجة بينها لنا في ديننا. أنت مين؟ شيخ مين عشان يفتي؟ شيخ مين عشان يقولك في جن عاشق؟ شيخ مين عشان يقولك بيتجدد؟ شيخ مين عشان يقولك ده الصوة تحت البيت في أثار؟ شيخ مين عشان يقولك الصوة عليها جن مجوسي؟ أصل عليها جن دينه مش عارف إيه؟ إلا أدرك ذلك؟ أصل اللي عليها جسمها قال لي. طب إلا أدرك إن هي بتمثل؟ إلا أدرك إن هي موهومة توهمت؟ إلا أدرك إن هي فعلين عليها أذى؟ إذن هنا كل إنسان يتكلم بكلمة لابد أن يعرف أولها من آخر أن سيحاسب أمر الله جل وعلا قدام ربنا. ده السحر والمس كذلك الأمر مغيب عن الوعي. بدون قطع حديث فضل أستاذنا الفاضل أستاذ محمود، إحنا عاوزين نعرف حضرتك نظفت كم من المقابر بمحافظة الفيوم؟ فضل الله جل وعلا سبع مراكز، والقرى يعني سبع مراكز بقراهم فضل الله جل وعلا، ولسه ما زالت فضل الله جل وعلا، ولكن الآن يعني حاليا واقفين بأمر قضاء فضل الله جل وعلا حاليا بسبب إن الناس دخلت كجعوزة تاني، الناس دخلت يعني في الموضوع كدجل وجعوزة، فوقفونا بفضل ربنا جل وعلا حتى تم اللهم لك الحمد تم الكشف عني وعرف إن لا نيت أي شيء، والحمد لله تم برضو إيه نظافة مقابر تاني. فلا بفضل اخرج الا بتصريح كما جيني التصريح بفضل اخرج بفضل الله. اكثر المقابر اللي لقيت فيها اعمال سحر ودجل كانت قريه الم شاه، قريه ابوكسا بابشواي، قريه العجمين برضو كان في كثير جدا، قريه تلات، قرى كثيره جدا وجدنا فيها يعني، قريه الروجديه عزك الله، هذه القرى وجدنا فيها اسحار كثير جدا ساعتها. واسوا المقابر اللي ظهر فيها اعمال ابوكسا سحر ابوكسا 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 لانها تجمع عزب كثيره جدا وكان فيها عزب كثير جدا، ولكن هنا يعني ابين شيء يعني استاذ الفاضل ان هذا كله جهل وبعد الله جل وعلا. ايوه في اسحار ولكن هو كفر واشرك، لان سيدنا رسول الله بين حكم الساحر كاشرك بالله وحكم اللي تروح ذلك له، يعني حتى لو واحد راح يعمل سحر ونوى ذلك فقد شارك في هذا الشرك اشرك بالله، لانه ايه قال سيدنا رسول الله اتقوا سبع الموبقات، ما هم يا رسول الله؟ الشرك بالله ثم السحر. فان هي راحت تعمل سحر لاختها او بمرات ابنها او بنتها او عمتها او خالتها، انت كفرت بالله خلاص، ما خدت من دنياك ولاخرتك الا كفر، فهذا شرك بالله. حضرتك قلت قبل الحديث ان لقيت في اثناء تنظيف المقابر بعض الجماجم اللي معموله اللي جو بداخلها اسحار. نعم بداخلها اسحار، بعض نقول عظمه الكتف في الذبيحه. لا عظم الكتف في الذبيحه هو من شهره الدجالين والسحره، ولكن هو كسحر بيتم السحر، ولكن العظم ملهاش لازمه يكسرها الرجل او لا يكسرها، هي ملهاش لازمه، هي انما هي هو من كلام السحره هم اللي بينشر ايه هذا الكلام. طيب وصور مكتوب عليها بعض الكلمات الغريبه او الكلمات التي تستدعى بها الجان، كما بينت لك يا استاذ الفاضل ان الساحر هو ساحر والدجال دجال كذاب. الساحر يفعل ولكن لا يستطيع أن يسحر إنسان بيصلي ويقرأ القرآن ويقول أذكار الصباح والمساء وعلى وضوء، لا يستطيع أن يسحره. كيف تحمي نفسك أثناء تنظيف المقابر من الجان والسحر؟ عزك الله ثلاث: صلاة الفجر، أذكار الصباح والمساء، الوضوء. مفيش إنسان مخلوق يقرأ آية الكرسي صباحا ومساء يؤذى على وجه الارض. وهل بيتم طلب من الشباب المتطوعين اثناء تنظيم المقابر بعمل هذه الرقيه
قبل المساعدة. نعم نعم بينت في كذا فيديو طبعا في اي فيديو او اي تنظيف مقابر نظفتها اقف قبل اي شيء واقول يا شباب انا لا اعلم مكان سحر او مكان اي اذى في الارض، يا شباب انتوا بتدوروا بايدكم الانسان يكون محصن. كنا طبعا قبلها بليله بنقول يا شباب اللي هيكون في الحمله 20 شاب او 30 شاب بيكونوا محصنين صلي الفجر وقال الاذكار. وهنا احنا مش المقصد من الحمله، مش الحمله المقصد من الحمله نشر الوعي، نشر القرآن والسنة. القصد من الحملة مش الحملة، مش انك تطلع وتتكلم، المقصد انك انت بتنشر علم، بتنشر انك انت حصنت بصلاة الفجر كما قال سيدنا رسول الله، بأذكار الصباح والمساء، بآية الكرسي، بقرآن وسنة. ارجع لدينك، ما تخليش اي حد ياخدك ويقول لك جلسات وموضوع كبير وجلسة واثنين وفي جن عاشق وفي هذا كله دجل. وانا اتحدى اي شيخ او راقي على وجه الارض، اتحدى اي احد على راس. وما فيش حاجه اسمها حاله دي جديده، الحاله دي مش هتخف، اللي عليها جديد. الكلام ده كله دجل وخرافه نشره المشايخ والدجالين. اغرب شيء لقيته اثناء تنزيل المطار كان في، لا هو مش اغرب، هو طبعا كله غريب، ولكن اصعب حاجه بتخليني يعني اشمئز نفسيا وافكر، الم تتعظ من الجمجمه وتحط فيها السحر؟ ألم تعز من الميت اللي انت دخلته وخدت الجمجمة وحطيت فيها السحر وحاجة تاني؟ ألم تعز انك انت لما تحرق الجمجمة، يعني الموضوع اصلا لو انت فكرت فيه عقليا انت ازاي، انت ازاي اصلا يوصل بك درجة الحقد والكراهية انك تدخل قبر وتجيب جمجمة وتكتب عليها اسحار كما اخرجنا او تحط جواها سحر جوا الجمجمة وتدفنها تاني؟ من اين قلبك؟ كمان الاسحار اللي عزك الله كمثلا هذا السحر مثلا عزك الله. كنت لسه هنتكلم في الموضوع ده، ان قلت برضه قبل الحديث انك تشاركت لا اسحار كده جدا، اسحار كده جدا فيها، ولكن صدفه ان هو معي، صدفه ان هو معي يعني طبعا ايه اسحار يعني ده سحر سخن. نعم، لان هنا طبعا الجماجم هنا نجمة ولا الراجل؟ لا كانت بنت وزوجها ثلاث سنين عقد عن زوجته، تربط عن زوجته ثلاث سنين ربط سخن. عقد عن زوجته ثلاث سنوات يعني ده عمل البنت سخن. البنت ما كانت تصلي وهو كان يصلي، طبعا لو كانوا بيصلوا كانوا رجعوا ربنا جل وعلا كان السحر قد اتفك. يعني ده عمل سفلي، ده سفلي لان هو كان هنا طبعا دي جماجم، هنا النجمه السداسيه، نجمه سليمان بيحط اللي بيشتغلوا بيها طبعا النجمه السداسيه، هنا بيحط وضع لازم الساحر يجامع البنت اللي راحه او الامراه اللي راحه تعمل السحر ويضع قذارها هنا، ولذلك سموه يعني ايه سفلي اللي هو بالنجاسه يعني. ثانيا بيحط ايه الاعراض عزك الاسم البنت وتاريخ ميلادها والتنجيم، ينجم على التنجيم بتاعه لسيدنا صلى الله عليه وسلم قال كذب ولو صدقوا. فهذا كله ما الا يعني اسحار، ولكن شفائها بالقران، لا بخدمه ولا بشيخ يقول لك معايا خدمه، ولا انا بكشف، ولا بالتليفون بعالجك، ولا بعت لي صوره بنتك او مراتك او الموضوع كبير، الكلام ده كله دجل. وهل هذا السحر قد بطل؟ نعم، انا لما قرات على البنت طبعا هنا انا ما اعرفش مكان سحر، اي حد يقول لك ما اعرف مكان سحر ده مش شيخ، ده انسان بيستعين بالجن. تمام، انا بفضل ربنا جل وعلا لما قرات على البنت، البنت طبعا عرفت بعض الامور، قرات عليها الجن حضر، تاكدت ان هو جن. وهنا في فرق بين الجن وبين اللي بتمثل وبين الموهومه. فلما قرات عرفت ان هو جن، إيه انت فين، انا كذا، الحاجه فين، مدفونه في كذا، اروح احنا خرجنا السحر من المكان. طبعا انا ما اعرف مكانه لان بيعرف مكان حاجه كما قلنا انه ساحر او شعوذ، انسان يستعين بالجن. كان في موضوع انه بيتم وضع السحر في الجثث اثناء دفنهم في اماكن حساسه، هل ده صحيح؟ سمعنا عن ذلك في الحنجره او في الرحم، سمعنا عن ذلك. وكانت طبعا ذلك قصه لما اتصلوا بالشيخ محمد حسان على القناه، طبعا كان حصل هذا الامر، جات له امراه لم ارى الكعبه، هذه قصه حدثت ولو يحدث ويحدث كثيرا يعني عزكم الله. ولكن الامر هنا نصيحه لكل انسان، ارجع لربك. يعني مهما كان السحر يا استاذ، مهما كان الساحر، ما دام انت بتصلي وتقرا الاذكار صباحا ومساء وجسمك على طهاره وضوء، لن يستطيع احد ان يؤذيك. طبعا هذا الكلام النهارده هيجي ناس موهومه او ناس بتتعالج بقالها 20 سنه من الجن والشيطان، تترمي في الارض وتتشنك وحد يقدر عليه يتكلم على جسمها، طبعا مش هتبقى ايه، مش مصدقه الكلام. ايه ده، ايه ده، انت ضربتني ضربه كده ازاي، انت عايز تفهمني 20 سنه وهم، ازاي عايز تفهمني ان ما حد يتكلم على جسمي واتخيل انت مش بتمثلي؟ انا بقولت وهم. وهم يعني ايه؟ يعني اللي وهمك هو من قال لك انك مسحوره، من بتجدد سحر، من وهمك انك انت ترمي في الارض وتتشنكي. وهنا قلنا فرق بين الانسان المسحور والميل والتعب في جسمه، اللي بيمثل بيكون عارف كل حاجه لانه ايه بيرمي الشماعه هذه التمثيليه. يعني عبر قريب اهل مصر برضه هنسالها وحضرتك تجاوبني. اتفضل استاذنا، اي سؤال اتفضل. بيقول لك كيف تحمي نفسك من السحر والمس؟ اي مخلوق على وجه الارض
يقول لك اي حاجه تحصين او خد الورقه دي جزاك الله خير فكرتني بموضوع مهم. الام اللي بتاخد حجاب البيت او رش اركان البيت بهذا الورق هذا الورق هذا كله شرك 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 بالله اكبر. يقول سيدنا رسول الله كل من اخذ تميمه وعلق تميمه ووضع تميمه فقد كفر وخرج من مله المسلمين. الامر هنا انك انت بتظن ان الحجاب او التحويطه او التحصين ده يمنع عنك الجن والشيطان، هذا كله باطل واتحدى اي انسان في ذلك. التحصين صلاه الفجر والصلوات الخمس واذكار الصباح المساء والوضوء دايما، وانك انت عزك الله تقرا يعني الشفاء من كل داء سوره البقره، الشفاء لكل داء سوره البقره. قال سيدنا رسول الله سوره البقره مش تشغيله وكن الله عنها، لا، قراءتها بركه وشفاء، تركها حسره ولا يصلي عليها البطره. سوره البقره هي الشافيه، هي المنجيه، جلبه الرزق، منوره الوجه، ما تتلى في مكان يقربه جن او شيطان، هي حبه الرحمن، فيها اعظم ايه في القران، لها لسان وشفتان ودفع عن صاحبها سوره البقره. طب السؤال الثاني، هل القاء الملح في أركان المنزل هذا ليس من السنة؟ جزاك الله خير يا أستاذنا. لا لا ليس السنة، هذا ليس من السنة، إنما هو إيه من الكلام بعض الناس اللي هي إيه روحانيين، وما قلنا فيش اسم روحاني أصلا، يعني موضوع مش حقيقي. لا مش حقيقي يا أستاذنا. وثانيا موضوع زيت الزيتون ليس حقيقي، زيت الزيتون هو علاج طبي مرضي وليس حقيقي يخص السحر والجن. موضوع المسك، طبعا احنا في أول حياتنا لما كنا بدين العلاج زي من سنوات عديدة كان نسمع المشايخ يقول لك حط مسك، هذا كله اتضح إن هو ليس من السنة. فيش حاجه اسمها مسك وحاجه تشم المسك تصوت ترمي في الارض، هل سيدنا رسول الله قال ذلك؟ موضوع برضو الماء المرق وتستحمى به بعد الحمام وتعمل كذا بالماء المرق وما كذا، هذا كله برضو ليس من السنه. في اي ايه او في اي حديث جاء الماء المرقي وسيدنا رسول الله قال خذ ماء مرقي؟ سيدنا رسول الله قال ايه؟ من اراد ان يرقي اخيه فليرقيه ما دام ليس في الرقيه شرك. انفس لاخيك، ارقي اخيك، يعني انفس فيه وعزك الله. ثانيا موضوع ان الشيخ الكلب القذر اللي بيزني هو اسمه شيخ يقول لك اصل لازم المس الجسم، لازم اكتب على الجسم، اصل ده في سحر سفلي، اصل لازم اجمع الجسم، هذا كله زنا. واي رجل يرضى بنته او امه او زوجته ان الشيخ يختلي بيها او شيخ يكتب على جسمه هذا ديوس سيحاسب الله جل وعلا. في بره بعض الاسئله وبينهم السؤال بيقول لك هل السحر او الماس لشخص ما يؤدي للانتحار؟ استاذنا الفاضل ربنا يرفع عمرك يا رب العالمين، ما كنتش كملت بالي. طبعا السحر الساحر لا يستطيع ان يتحكم في ارزاق الناس كما قالوا، السحر لا يستطيع ان يمنع عنك اي شيء لقدر الله جل وعلا، ما كتبه الله لك سيكون، اعلم يقينا يا اخي ما كتبه الله لك سيكون. ولكن الموضوع كله في هذا الامر موضوع المشاعر السحره كسحر يقتل الانسان، احنا في عين اصعب من السحر والمس، العين والحسد اصعب من السحر والمس. سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن العين حق، سيدنا رسول الله قال إن العين تمرض فتقتل، يعني ممكن تكشف عند الدكاترة كلهم وانت ما عندكش حاجة، واخد عين والدكاترة مش عارف تشخص حاجة عندك لحد ما تموت بهذا المرض، هذه العين ترقى. يعني نقول إن الحسد أقوى من السحر والمس. طبعا ده في القرآن والسنة أكبر وأعظم من السحر والمس، في السنة والقرآن والسنة، حتى الله جل بين ذلك وسيدنا رسول الله بين ذلك. سيدنا رسول الله نقني نفسنا من الحسد. لسه جاي لك يا أستاذنا. عزك الله العين، سيدنا رسول الله قال إن أكثر أمواتكم من العين، سيدنا رسول الله قال دمركم بالكتمان كتموا، سيدنا رسول الله لم يقل الجن يقتل، قال سيدنا رسول الله إن العين تمرض فتقتل، إذا العين تقتل، السحر ما يقتلش. أتحدى أي إنسان يقول لي حد مات من السحر، أتحداه. وأي حد يقول لي مثلا معمول سحر بالقتل ولسه بيتعالج، أتحداه برضه بفضل الله جل وعلا. الأمر اللي لسه هقول لك يا أستاذنا، النزيف ثلاث، أنا درست طبينا كويس بفضل الله، درست نفسين كويس، النزيف ثلاث، يا إما طبي يا اما نفسي يا اما ملوش دعوه بالسحر، يعني عزك الله يقول لك ده سحر نزيف. هو النزيف اللي هو بيقول لك بيتم فيها استئصال الرحم. لا ده بيكون يا اما طبي يا اما نفسي. تمام؟ تالت حاجه الزعل. هو طبعا يخص النفس برضه. الحاله النفسيه برضه اللي هو الزعل عزك الله، الزعل بيجيب نزيف من فوق ومن تحت عزك الله، يعني من الانف البن او من الدبر او من الرحم، الا الزعل والعياذ بالله. وهذا يعني كان يحدث معنا اذا زعلنا كان يحصل معنا ذلك عزك الله جل وعلا. الامر بقى ان اعراض العين يا سيدنا الفاضل عشان دي مهم جدا للناس كلها بتسال عنه، الاعراض. احنا قلنا السحر والمس تغيب بسرعه. تمام؟ الموهوم يحصل نفس اعراض السحر والمس بس ما يكونش متغيب عن الوعي نهائيا، بيكون سامع وحاسس بكل حاجه بس مش متحكم في لسانه وجسمه. اعراض العين خنقه وضيق، تعب في المفاصل، خمول في الجسم، الم في المعده، الم في الظهر، تساقط الشعر، صداع غير عادي، مشاكل في البيت عاد فيها سبب، دايما عايز اقعد مع نفسي مش لاقي حد حواليا خالص، وقف حال تام نفسيا، وعدم الفرحه، بعض الامور تقف عندي، دي كلها من اعراض العين. شوف العين اعلى
أعلى من السحر والجن العين. وبين ذلك سيدنا رسول الله قال سيدنا رسول الله من رأى منكم شيئا في نفسه ورد فليبرك قل بتبارك الله. سيدنا رسول الله قال عزك الله برضو إن العين تصيب رجل حتى يقوي نفسه، يعني ممكن الإنسان ينتحر بسبب العين. هذا سؤالك، السحر يقتل الإنسان وينتحر؟ لا، السحر ما يخليش الإنسان ينتحر. اللي خلى الإنسان ينتحر حاجتين، يا إما نفسيا عنده مرض نفسي كما يحدث يعني عزك الله كثيرا جدا، يا إما عزك الله أخذ عينا. طب العين تخليه ينتحر؟ آه خليه ينتحر. قال سيدنا رسول الله وإن العين تصيب رجل حتى يلقي بنفسه، ممكن ينتحر من على الجبل. وهل الجنان مسا ولا سحرا؟ سحرا أو مرضا؟ سحرا. لا لا، ما هو كان مرضا يخص المرض. أما في ذكر في السنة في سحر جنون، يجن الإنسان ويخرج على رأسه، أو تخرج البنت عريانة ما لم تلبس شيء، وهذا بيخش يا إما نفسي يا إما سحر. سحر أو مس؟ لا، ما هو الاثنين، يا سحر يا مس، هو ايه عزك الله الثالثه الطب ده حاجه ثانيه. طب ما الفرق بين السحر والمس؟ السحر بفعل فاعل، اما المس يكون انسان وقع في بحر او وقع في جبل او وقع في مكان به جن او شيطان فمس على ذلك، حتى يقول الله جل وعلا ويقوم كالذي يتخبطه الشيطان من المس. ثم رساله وجهها لكل انسان فعل هذا او دمر الناس او دمر ناس بتشخيص غلط، اقول له اسمع قول الله جل وعلا قل يا عبادي. الله جل وعلا ما قال يا نصارى يا مسلمين يا يهود يا كفر، لا لا، الله قال في قرانه قل يا عبادي الذين اسرفوا على انفسهم. يعني اسرفوا يعني عملوا كل الذنوب والمعاصي. نعم يا رب لا تقنطوا، نعم يا رب لا تقنطوا من رحمه الله، ان الله يغفر الذنوب جميعا انه والغفور الرحيم. فالإنسان يتوب الله جل وعلا ويبحث عن أحد يعلمه. طب إحنا زمان كنا زمان من 16 سنة كنا نتعلم كما تعلم ما قبلنا، كنا لو حالة وقعت في الأرض اضرب أسلم اطلع، هو كله كان إنسان يعني موهوم أو بيمثل، حتى تعلمنا من شرع الله وسنة رسول الله. وفوق كل ذي علم عليم، العلم كله في الكتاب والسنة، ليس هناك شيخ لي أي لزمة في أي امتحان أو أي نزود أو نقص في القرآن والسنة. والسؤال الأهم الآن، ما الفرق بين الساحر والدجال والشيخ الدجال؟ أولا أخي الفاضل، الساحر هو إنسان كافر ولكن كفر وأشرك بالله جل وعلا، فبيجي محضر جن. طبعا هذا أنه خرج من كل من ملة المسلمين أصلا، أنه ربنا في القرآن الكريم قال إياك نعبد وإياك نستعين، فهو استعان بغير الله جل وعلا فقد كفر. اما الثاني دجال، شغلانه دجال، فاتح مكتب تعال الناس تجيله، هاتي لي فلنت فلان اللي عايز تاذيها، هاتي لي صورتها، هاتي لي الورق، هاتي البخور، يعمل ويكتب، بس هو دجال نصاب. اما الثالث الشيخ الدجال اللي هو بيوهم الناس اكتر واكتر، بيقول لك انا معايا خدمه بتعرفني، انا معايا ده انت ازيك احمدك ازيتك اللي هو سلفتك ازيتك اخوك اي حد، فهذا ايه بيدمر الناس. هو شيخ بيصلي بالناس وشيخ امام مسجد الشيخ في الأزهر، ولكنه يعني يدمر الناس بالوهم وبالتشخيص الغلط. والفرق بين المعالج والراقي سيد الفاضل، كلمة راقي تطلق على كل إنسان يرقي أهل بيته أو أخوه أو أي حد، أما كلمة معالج هو المشخص، المعالج والمشخص لحالة المس والسحر والعين والقرين والنفس وكل شيء، بيشخص يعني بيفرق بين ذلك كالطبيب يشخص المرض. برضو في بعض الأسئلة، منها سؤال كيف أفرق بين المسحور والمعيون؟ المعيون قلنا أن المعيون لا يغيب ولا يسرع، إنما المعيون من تعب جسده أو تعب مرضه أو وقف أموره، هذا كله ربما أتت من العين، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال داوموركم بالكتمان، كتمنا كل حاجة بتعملوها، فإن كل ذي نعمة، خد بالك كل ذي نعمة محسور، يعني اللي عنده نعم محسود عليها. طب ازاي يتحصن من العين وازاي يتعالج من العين؟ علاج العين شيئين يا سيد الفاضل، شيئين. الاخذ بالسنه الاول، سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ان العين حق في حق الاثر، يعني اخذ الاثر يا رسول الله، خذ الاثر واغتسل. يعني ايه؟ يعني سيدنا رسول الله كان اذا احد عانى احد او احد حسد احد كان يؤخذ من وضوء هذا الشخص ويتوضا الانسان او يغتسل بالماء فيرفع ترفع عينه. طب في هذا الزمان لو انا طلبت منك ماء وضوءك مستحيل تديني ماء وضوءك، لان القلوب تغيرت وبعدنا عن ربنا وزاد بيننا الكراهيه والحقد. طب نعمل ايه؟ يا اما تسلم على الشخص اللي انت ظن هو حسدك او وداك عين، يا اما تسلم عليه او تخليه تاخد من وراه شيء لمسته ايدك، لمست ايدك مثلا كوب ماء لمسه هو، تاخد مكان ما لمس ايده هو وتغسل مكان لمس ايده في ماء وتغتسل بيه، هذا من السنه. او تخلي احد ثالث يسلم عليه ويديك المنديل بتاعه ويتحطه في الماء وتبمل المنديل وتغتسل بيه، هذا من السنه. طب انا ما عرفتش الشخص ده، مش عايز اعرفه، انا عايز يا ربنا يعالج من العين، عليك بالصلاه والاذكار والوضوء وسوره البقره تقضي وتشفي بفضل الله جل وعلا. كيف يعرف الشخص انه مسحور
او ممسوسا. فيش انسان مسحور ملبوس هيسمع قران او يشغل قران او يعرف يصلي في هذا من السنه. الانسان اللي بيصلي ويقرا القران وعلى وضوء على ظهاره مستحيل يكون مسحور او مأذي. فالانسان اللي بيغيب عن الوعي اللي بيعرف نفسه معروف، اللي مش بيعرف نفسه ده كله بيعرفه ان هو انسان بيسرع وغايب عن الوعي لما يسمع قران او اذان او ان هو يقرب من ربنا تلاقيه اتصرع وحاله صرع تام عن الدنيا او خرج عريان او خرج ولم يعد او خرج بالجنون. فهذا كله ربما ان يكون مسحورا او ممسوس او النفس الثالث، ده حاجه ثالث خالص. عندما يحلم شخص بالمقابر تلاقيه في المقابر او بيغرق في احد البحور. جزاك الله خيرا وزادك الله علما، ذكرتني بشيء. هو كان من اسئله ذكرتني بشيء. بعد ما فيش كلام كما قلنا بعد كلام الله ورسوله، يا اخي يا اختي يا اي انسان، انت ليه ماسك في تفسير الاحلام؟ هات لي ايه في حديث او ايه في حاجه اسمها تفسير احلام. فيش حاجه اسمها تفسير احلام. قال سيدنا رسول الله، سيدنا رسول الله ختم الامر، كل حلم هو من الشيطان، من الشيطان يعني من قرينك. يعني كل انسان يتوهم بشيء هيحلم بيه. حد قال لك مسحوره تحلم بالسحر وتحلم بالعمة السحر وهيشككك في اي حد من قرابك هتشوف ان هو بيعمل لك السحر. فكل سيدنا رسول الله قال كل حلم هو من الشيطان. طب اعمل يا رسول الله؟ اقوم اتف على يساري الثلاث واستعيذ من الشيطان الرجيم، ده اذا كان شفت حلم. اما الرؤيه من الله ده انسان حاجه ثانيه، انسان نام على طهاره ونام على وضوء ما بيظنش في حد وقام على زل الفجر وشاف رؤيه، فهذه من الله من الصلاح، وربما ان تحقق وتكون من الله جل وعلا. أكثر الحوادث حصلت في محافظة الفيوم في خلال السنوات الماضية وهي التنقيب عن الآثار. نعم. ومات فيها الكثيرين. نعم. وتم طبق المقابر عليهم. نعم. وبيأتي إن بيقولوا إن في شيخ أو في ساحر روحاني أو كذا. روحاني. نعم. إن المكان دي فيه كنز والكل يبحث عن الثراء السريع. بعد الصلاة والسلام على سيدنا رسول الله، أولا البحث عن هذا وإن شيخ يجي ينقب ويقول لك هنا فيه، هذا كله من الشرك. نعم، أنت واخد بالك بتقول إيه؟ أنت سيدنا رسول الله قال من كفر أخيه المسلم وقع في الكفر إحداهما. أنت بتقول إن الإنسان اللي هيجيب واحد ودخله بيته يبحث قد أسلم وقد أشرك. نعم، ليه؟ لأنه استعان بغير الله جل وعلا أولا. ثانيا لما جاي يقعد يخش البيت يقول لك هبحث هنا المكان ده في اثار وابحث عليه، انت اولا هذا ملكك، ليس ملكك، ملك حضاره وملك تاريخ، ده اولا. ثانيا ده المهم، عزك الله، ده المهم جدا في اللي جاي، عزك الله. النهارده لما دخل بيتك وكشف، هو في حد يعلم من تحت الارض؟ طب مثلا عرف ومعاه جن يا عم وعرف، عزك الله، اذا انت قد وقعت في الشرك ووقع في الشرك. وليس بعد الكفر والشرك شيء، ليس بعد الكفر والشرك شيء، لأنه هو كفر واستعان بالجن، وأي حد يستعين بغير ربنا جل وعلا فهو قد كفر. علمنا في السنوات الماضية بأن أحد الشيوخ المعروفين والمشهورين تم نقول اكتشاف أو معرفة بعض القبور الفرعونية. نعم نعم. بدون ذكر اسمه. من غير ذكر اسمه، هو شخصية طبعا معروفة طبعا، وأنا تحديته ولكنه ابتعد عن المناظرة. هو خرج على القنوات وقال معي ملوك الجن، وقال اني طبعا كان طالع طبعا على حلقه والبنت تنزل دم. نعم نعم. ورفض المناظره كذا مره، واتكلمت مع اخيه كذا مره ورفض برضه المناظره، وطبعا طلع قال انا معي ملوك الجن والبنت نزل دم من عينها ومش عارف ايه. ده كله كان طبعا حوار طبعا، عزكم الله، لان ما فيش بعد كتاب والسنه، وطالما سيدنا رسول الله قال ما فيش كذب، ما فيش كذا، فيش حد بيفتي وحد يزود. هذا طبعا الدجال، هو طبعا خد نصيبه وقد تم القبض عليه وخرج، وبرضه لسه الموضوع شغال يعني، عزكم الله. اي حد يخالف ربنا ورسول، ربنا كده كده في الدنيا مش هيسيبه ولا في الآخرة. ويكفيكم يكفيك يا أخي أي إنسان بيدمر الناس أو يوهم الناس عشان ما يظهرش قدام الناس أن هو كذاب أو أن هو كان ما يعرفش حاجة. ليس من الخطأ أن تخطئ، ولكن الخطأ أن تصر على الخطأ. اعلم يقينا أيها المسلم أن الذنب الذي لا يغفر هو حق العباد على العباد. اعلم يقينا يا أخي، لو حجيت أو اعتمرت أو فعلت كل الخيرات، الذنب الذي لا يغفر هو حق العباد على العباد. انك تظلم حد، تظلم انسان، تشخص غلط، تظلم واحد في ظهره، تضرب وتطعنه، كل ذلك لا يغفر عند الله جل وعلا. فهذا الامر، هذا الرجل طبعا كان دجالا، وبرضه كثير الاف ملايين دجالين، ولكن اللي بيساعد ذلك الناس. يعني يجي لك واحد عزك الله يمسك جهاز على قنوات اليوتيوب من غير ذكر الاسماء، وبرضه طبعا المفروض ان احنا طبعا ننوه عنه بس مش هذكر اسمه، شاب ملتحي يجيب لك يمسك جزازه او كوبايه ماء، اقرا في الماء، انفس فيه ثلاث سبع الفاتحه، ايه الكرسي، اذا حصل لك تعب في بطنك يبقى هذا كذا، اذا حصل لك تعب في جنبك هذا كذا. فهذا من الدجل وهذا من اللعب بالناس. فحسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل.
في نهاية حديثنا مع الشيخ عمر الصغاري، هل في شيء عاوز تنبه به الشعب المصري والعربي والإسلامي في هذا اللقاء؟ نعم، أولا كل إنسان يرقي نفسه، فيش حاجة اسمها شيخ، فيش حاجة اسمها جلسات، فيش حاجة اسمها ان الموضوع كبير، فيش حاجة اسمها ان انا اودي جلسة واثنين وثلاثة ومسكوا بخور وخد الحاجة دي ورش الحاجة دي. كل رجل يغار على بيته وعرضه، في الدخاش تراش بنتك او زوجتك او اختك من البيت، عزك الله انت تقدر تعرف كل حاجة بنفسك. اقرأ آية الكرسي في سرك في البيت، اقعد في اي مكان في البيت اقرأ آية الكرسي في سرك، اعرف بيها من نفسك كده تعرف البيت ده في اذى ومفيش اذى. تقرأ آية الكرسي في سرك بنيت ان اشوف اختي او بنتي او امي فيها حاجة، لو هي عليها جن او اذى، الجن اللي عليها ده ربنا قال عنه في القرآن الكريم يراكم هو قابيل من حيث لا ترونهم، فانت الجن اللي عليها يعرف انك انت بتحضر في سرك او خلاص هتكون في سرك، فهيحضر وهيبدا يظهر كده كده انت عرفت من نفسك. اما ان احنا نروح للدجالين ونستنزف اموالنا وجلساتنا، هذا كله يا اخي يعني ربنا يرحمنا الموضوع زاد عن حده يا اخي، قسما بربي لولا الحياء، لولا الحياء لسم اسمعتك مكالمه من بضعه ايام، امراه تكلمني تقول لي يا شيخ ارجوك الحجن وتتفضلي، جات لي زوجي اقنعني ان انا هو والدجال اللي معاه ان انا عليه سحر سفلي، ولكن هي برضو دخلت في الوزر لان لولا الحال لاسمعت كذلك. بتقول له يا شيخ انا الساحر جه جامعني انا وزوج، يعني يجامعها هو وزوجها اربعه ايام، من اين العقل؟ من اين يعني انت ديوس وزني، يعني ايه اللي احنا وصلنا له ده؟ ان يقول لك اصل لازم علاجها بالجماع او لازم اكتب على جسمه. يا اخي اين يعني اين القران؟ اين السنه؟ فين ديننا؟ فين علمنا يا جماعه؟ ارجعوا لدينكم، كل واحد يلقي اهل بيته، مفيش حاجه اسمها مشايخ. ولا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم. في ختام حديثنا ببرضه بنوت الخدمه من الشيخ عمر، قراءه بعض ايات الرقيه خدمه للمشاهدين بريدي اهل اولا اعزكم الله. مفيش يعني في ناس بتعمل بث مباشر بيرقي الناس بالتليفون، هذا خطا، حبيت ابين يعني هذا خطا، مفيش حاجه اسمها رقيه البث المباشر او رقيه التلفزيون او رقيه كذا، حتى وان كان اكبر مشايخ مصر بيعملوها، انا تكلمت معهم في ذلك وبرضه ما عرفوش يرد عليا. حلاوه صوتك. جزاك الله خير يا حبيبي. لا لا ساقرا ساقرا. احنا بس طالبين سنختم، اقفل الشباك، سنختم وسندعي بفضل الله جل وعلا، ولكن الامر سنقرا ان نبين الرقيه هي ايه. انا هبين بس الرقيه هي ايه، يبقى هقرا عشان ابين الرقيه هي لكل انسان. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، ألف لام ميم، ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون، والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون، أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، أم يحسدون الناس على ما أتاهم الله من فضله، أم يحسدون الناس على ما أتاهم الله من فضله، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، كفارا حسدا من عند أنفسهم، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، الله لا إله إلا هو الحي القيوم، لا تأخذه سنة ولا نوم، له ما في السماوات وما في الأرض، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء، وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان
الشيطان الرجيم. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به. واعف عنا واغفر لنا وارحمنا. أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس من شر الوسواس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. صدق الله العظيم. بارك الله فيك استاذ محمود. ذكرتني بشيء. الوهم. الانسان الموهوم بيحس حاجه عدت ظل عدى نفس حواليه حد معاه بقع في الجسم خربش في الجسم جماع في المنام احلام زي الزفت النبض الرد العين وذلك بسبب الوسواس. احد وسوسه حد قال له انت مأذي انت ملبوس فدمر البنت ودمر الام ودمر الاخت ودمر الرجل فخلاه ما يشتغلش والبيت اتدمر بسبب انه وسوسه. فيقول الله جل وعلا ربنا هنا اقسم باسمائه وصفاته الذات العليه الثلاثه من ايه يا رب؟ من شر الوسواس من شر الوسواس. ربنا بيقول اشر حاجه الوسواس. اياك تصدق شيخ اياك تصدق واحد اياك تصدق واحد يقول لك الموضوع كبير او كذا وكذا. هذا ولا حول ولا قوه الا بالله هذا كل من الدجل. ثم قرانا الايات هذه ايات الرقيه لا حد يزود حد ينقص لان في ناس طبعا تزوجت ونقصت وقرايه السحر وايات الابطال وايات 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 ولكن دي ساعات نستخدمها مع الانسان الموهوم عشان نبين له وهمه لان هو لو ما سمعش الايات دي ما يتظبطش ولا يشتغل بالوهم بتاعه. عزكم الله. ثم اخر حاجه الادعيه اللي كان يدعي بها سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. الام ازاي ترقي اولادها؟ اولا ما فيش حد يودي ابنه الراقي فيش حد يمسك طفل يوديه الراقي. ليه؟ لان الاصل في الرقيه الام والاب رقيه الاطفال. سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ثلاثة مرفوعة من القلم: النائم حتى يستيقظ والمجنون حتى يعقل والطفل حتى يحتلم. كيف ترقي الأم أولادها؟ تفتح ده الاثنين وتنفض فيهما كما علمنا سيدنا رسول الله ثم تقرأ الفاتحة ثلاثة يا سبعة أول خمس آيات من سورة البقرة آية الكرسي آمن الرسول المعوذتين والإخلاص ثم تمشي وتمسح في إيدها وتمسح على إيه؟ جسم الطفل كما كان في سيدنا رسول الله مع الحسن والحسين. ثم جاءت أعيذكم بكلمات الله التامة من كل شيطان وهامة ومن كل نفس سامة ومن كل عين لامة. بسم الله رب الناس اذهب البأس واشفي أنت الشافي يا حي قيوم شفاء شفاء لا يغادر سقما. وجزاك الله عني خيرا صديق وأخوي حبيب في الله. أشكركم أعزائي المشاهدين على مصر في كل مكان وانتظرونا. جزاك الله خير. قبل الختام أي مخلوق راقي شرعي أي مخلوق راقي شرعي يريد أن يتعلم ويكون معالج حقا مش عايز منه أي شيء بس يكون يتقي الله جل وعلا ربنا يحاسبه على نيته يكون يعني إنسان يحافظ القرآن يتقي الله جل وعلا. عايز يتعلم كل علم التشخيص على راسي مش عايز منه أي شيء على راسي بس يكون هيخدم أهله لله جل وعلا ياخد أجر ياخد أجر ما يقولش عليه ما يحددش الأجر ياخد أجر لحد دي حاجة ما يقولش ياخد كذا وكذا ياقي يعني أي حد عايز على راسي أعلمه لأن أنا مهمتي في هذه المحافظات إن أنا أنشر العلم أنشر العلم. خوفي على لحم وعرضي خوفي على بناتنا خوفي على زوجاتنا خوفي على أولادنا لحم وعرض النساء والبنات إن إحنا ننشر العلم. فأي حد عايز يتعلم علم التشخيص حذاءه على رأسي يعلم أي أحد.
جزاك الله خير يا استاذ محمود، شرفت بك يا استاذنا الفاضل في هذا اللقاء المثمر حبيبي. واشكر جميع مشاهدين اهل مصر في كل مكان والمسلمين في كل الدول العربيه والاجنبيه. نلقاكم ان شاء الله في بث جديد وموضوع جديد في محافظه الفيوم. كان معكم محمود الفيوم، تحياتي لكم.